وأفادت مصادر طبية بوفاة 10 أشخاص على الأقل في حريق نشب بأحد مستشفيات بغداد. تفاصيل أكثر ينضم إلينا الآن من بغداد مراسل المملكة عمار ماهر. عمار، تفاصيل أكثر حول هذا الحدث. نعم طارق، بحسب البيانات الرسمية لهيئة الدفاع المدني ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 12 قتيلا بالإضافة إلى جرح أكثر من 33 قتيلا نتيجة حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب. هذا المستشفى الذي يقع جنوب شرق العاصمة بغداد وهو يعد من واحد من كبريات المستشفيات في بغداد، وتم توسعته خلال أزمة كورونا ليضاف إليه أكثر من 200 سرير. بالتالي هذا الحريق أدى إلى أضرار كبيرة في هذا المستشفى. هذه الأضرار أدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين. حتى الآن الحصيلة قابلة للزيادة بسبب أن هناك حالات خطرة من ضمن المرضى الذين كانوا يرقدون في هذا المستشفى، على الرغم من أن رجال الإطفاء استطاعوا السيطرة على الحريق، لكن نسبة الإصابات بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة والجهات المدنية أكدت أن الحصيلة قابلة للارتفاع، لأن هناك حالات كثيرة خطرة من بين 33 جريحا. بالتالي بدأت الجهات المختصة بإجراء التحقيق لمعرفة هذه الأسباب. البعض أو جهات الدفاع المدني أشارت إلى أن سوء استخدام الأجهزة الكهربائية في هذا الموضوع والاعتماد على الطاقة الكهربائية البديلة قد تكون هي السبب التي أدت إلى هذا الحريق. بالتالي تم السيطرة على هذا الحريق، لكن الأضرار كبيرة جدا سواء في المواد أو في غرف المستشفى أو كذلك بارتفاع وحصيلة الإصابات التي تجاوزت كما أشرت لك حتى الآن 12. طيب عمار ماهر، أنت تحدثت أن هذا المستشفى يستقبل المصابين بفيروس كورونا، هل نتحدث أن الحريق شب في القسم الذي يشغله المصابون بفيروس كورونا عمار؟ نعم، ليس فقط في الجزء الذي هو فقط لفيروس كورونا بل بجهات أخرى. هذه التوسعة تم بناؤها بطريقة الكرفانات، أي البناء السريع أو ما يسمى بالسدوية تنل. هذه المواد هي سريعة الاشتعال، بالتالي لم تكشف حتى الآن المصادر النهائية عن أسباب هذا الحريق، لكن هذا المستشفى تم توسعته ليشمل مرضى فيروس كورونا والذين يقعدون بهذا المستشفى، ووصلت نسبة الإشغال فيه إلى أكثر من 90% للغرف المخصصة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى الحالات المرضية الأخرى التي يستقبلها هذا المستشفى الذي يعد واحد من المستشفيات المهمة في العاصمة بغداد. تشكرك جزيل شكر عمار ماهر مراسل المملكة بغداد، شكرا على كل هذه التفاصيل.